واحدة من أيقونات الجمال في السينما العالمية، فهي أيقونة الإغراء وصاحبة العيون النارية. كتبت اسمها بحروف من نور بين آلاف الفنانات. إنها نجمة الإيطالية صوفيا لورين، الشهيرة برقتها وجمالها الطاغي، وواحدة من أهم نجمات الإغراء في العالم، حيث استطاعت أن تضع بصمة من ذهب في عالم هوليوود بفضل جمالها وموهبتها المذهلة، لتكون الوريثة الشرعية لعرش مارلين مونرو وتصبح الملكة المتوجة خلال عقدي الستينات والسبعينات. اسمها الحقيقي هو صوفيا فيلانيس كيتشلوني. ولدت في 1934 نتيجة علاقة حب غير شرعية بين أمها وأبيها الذي كان يعمل مهندس بناء، وقد رفض الزواج الرسمي من الأم برغم إنجابها طفلتين منه هما ماريا وصوفيا. لذلك نسبت إلى فيلانيس كيتشلوني الذي تبناها بعد أن تزوج من أمها التي كانت تعمل معلمة بيانو، والتي كانت السبب الرئيسي وراء دخول ابنتها مجال التمثيل. فكانت تطمح أن تصبح ممثلة، لكن ذلك لم يحدث، فوضعت كل طموحها وآمالها في ابنتها الكبرى صوفيا التي استطاعت أن تحقق ما لم تتخيله أمها قط. عاشت صوفيا طفولة بائسة سادها الفقر المدقع في ظل غياب الدعم المادي والمعنوي من الأب، الأمر الذي اضطر العائلة للعيش مع جدة صوفيا من أجل الإنفاق عليهما. إلا أن حياتها مع جدتها أيضاً لم تتسم بالاستقرار، حيث اندلعت الحرب العالمية الثانية، وكانت المنطقة التي تعيش بها الجدة تضم ميناءً حربياً، فتعرضت لأكثر من غارة، وقد أصيبت صوفيا الصغيرة بشظايا في الذقن أثناء القصف الجوي للمدينة. وبعدما انتهت الحرب وسعيا وراء الرزق، قامت الجدة بافتتاح حانة حيث قامت الأم بعزف البيانو، فيما قامت ماريا بالغناء، وأما صوفيا فكانت تقوم بدور النادلة التي تخدم الطاولات والزبائن. لكن الأمر المثير أن الفتاة صوفيا كانت في صغرها غير جذابة مطلقاً، وأطلق عليها العصا لشدة نحافتها. ولكن عند بلوغها سن 14 تغير كل شيء، وأصبحت فاتنة وجذابة وكأنها فتاة أخرى. ابتسمت لها الحياة حين شاركت في مسابقة جمال وهي في سن 14، وتأهلت للنهائي مع أخريات. ورغم أنها لم تحصل على اللقب، إلا أنها لفتت انتباه منتج الأفلام الشهير ميرفين ليروي أثناء منافستها بالمسابقة، فاختارها لتجسد دوراً صغيراً في فيلم بعنوان كيو فاديس. وقد أدت صوفيا الدور ببراعة، مما مهد أمامها الطريقة لتكرار التجربة، فشاركت بتقديم أدوار ثانوية بأكثر من فيلم إيطالي، إلى أن تمكنت من تصدر الأفيشات الإيطالية كبطلة مطلقة للأفلام بعدما حولت اسمها الفنية إلى صوفيا لورين. قدمت العديد من الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً بشباك التذاكر، وأبرزها Two Nights with Cleopatra عام 52، وفيلم لا بيلا موكنايا عام 55. وبذلك أصبحت صوفيا الصغيرة وجهاً إعلانياً على أغلفة المجلات، ومنذ هذه اللحظة بدأ حلم والدتها يتحقق، وقد لقبها الكثيرون في بدايتها الفنية باسم صوفيا عازر على سبيل السخرية، حيث كانوا يرون أن جمالها يقدر على إحياء القديس عازر من قبره. لعب المخرج المخضرم فيتوريو دي سيكا دوراً مهماً في إعادة اكتشاف صوفيا وحررها من الخجل أمام الكاميرا، فتحولت بقيادته إلى نجمة تستطيع التعبير بكل حواسها بضحكتها الخلابة ومشيتها الساحرة ومشاعرها المتقلبة. قدمت معه شخصيات مختلفة ومتناقضة في السلوك لكنها مذهلة، بدءا من الفتاة الحساسة والرائعة في لورو دي نابولي، ثم المرأة المثيرة في ليري أوغي إيدوماني، والزوجة المكلومة التي تبحث عن زوجها المفقود في فيلم آي جيراسولي. تعرفت لورين على كارلو بونتي منتج الأفلام الذي يكبرها ب 22 عاما، وقد فضلته على نجم هوليوود البريطاني كاري جرانت الذي كان يعد أيقونة الوسامة في ذلك العصر، وعاشت معه قصة حب كانت تعد من أساطير القرن العشرين. وذلك للعقبات التي واجهت هذا الزواج قبل أن يتم أخيراً عام 66 في فرنسا، واستمر زواجهما لخمسين عام حتى وفاة كارلو بونتي في 2007. الاستغراق في المحلية يقود إلى العالمية. تلك القاعدة الفنية الشهيرة تنطبق تماماً على صوفيا لورين، فقد تمكنت من خلال أعمالها في السينما الإيطالية من جذب أنظار صناع السينما في هوليوود، لتقدم بها أكثر من فيلم سينمائي، كان أولهم فيلم Desire Under the Elms عام 58، وقد حقق الفيلم نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر. كما أشاد النقاد به وبأداء لورين،
لتقدم بعده فيلم هيلور إن بينك تايت، حيث ظهرت بشعر أشقر مستعار وأظهرت مهارات عالية في الأداء، وساهمت في جذب الاحترام إليها بوصفها ممثلة درامية وكوميدية في آن واحدة، كما اكتسبت وقتها مهارات جيدة في اللغة الإنجليزية. وفي عام 60 قدمت صوفيا أحد أدوارها الخالدة في ذاكرة السينما العالمية بفيلم تو وومن، لتحصل على جائزة الأوسكار، وهي أول جائزة أوسكار تمنح لممثلة عن فيلم غير ناطق بالإنجليزية، مما شكل حدثا مؤثرا بصناعة السينما في تلك الفترة، كما حصلت على 22 جائزة دولية عن هذا العمل. أصبحت صوفيا لورين واحدة من أكثر نجمات السينما شعبية في العالم، حيث قدمت عدداً كبيراً من الأعمال السينمائية الناجحة التي حققت نجاحاً عالمياً، حيث أنها كانت تقدم في العام الواحد 4 أو 5 أفلام، ولكن يحسب لها أن كم الأعمال لم يؤثر على مضمونها، أي أنها رغم مضاعفة نشاطها الفني وغزارة إنتاجها كانت تنتقي أدوارها بعناية، فاستطاعت بذلك مضاعفة شعبيتها والحفاظ على بريقها إلى أن تربعت على عرش سينما الستينات والسبعينات، وبرهنت على ذلك بتقاضيها مبلغ مليون دولار نظير مشاركتها في فيلم The Fall of the Roman Empire، لتكون بذلك الممثلة صاحبة الأجر الأعلى في تلك الفترة، حيث شاركها الفنان عمر الشريف بطولته، وتلاها فيلم More Than a Miracle أو أكثر من معجزة، وكلاهما جمع بين صوفيا وعمر الشريف في مشاهد ساخنة كانت تثير غيرة الفنانة فاتن حمامة على حسب تصريحاتها في إحدى اللقاءات الفنية، هذا بالإضافة إلى الصداقة القوية التي كانت تربطهما. بمجرد أن أصبحت صوفيا لورين أم، قللت من عملها الفني وظهرت في عمرها 40 و50 في أدوار منها بسيطة بعدد من الأفلام، وآخر أعمالها كان فيلماً قصيراً بعنوان Human Voice، والذي تم عرضه في عام 2014. استطاعت صوفيا لورين أن تخلد اسمها في تاريخ السينما باعتبارها إحدى أيقوناته، فهي النجمة التي استطاعت التربع على عرش السينما طيلة عقدين من الزمان، وكانت خلالهما الأكثر شعبية والأعلى أجراً، كما لعبت دوراً بارزاً في الوصول بالفيلم الأوروبي إلى السوق العالمية الذي كانت تحتكره السينما الأمريكية في تلك الفترة وتفرض سيطرتها عليه.